قوي للاستاذه حنان منصور اللي دايما منوره المكان وهي في المكان. السلام عليكم. اهلا باهل اسكندريه واهلي وناسي وحبايبي. برحب بيكم جدا معايا خريج الجماعي. سعيده جدا بيكم النهارده وبحضركم الكريم. اهل اسكندريه يعني المواهب، يعني الفن بجد، يعني الفن الحقيقي. أم كلثوم أجادت على الوطن العربي كله بسيدة الغناء العربي. اسكندراويين أجادت بسيدة الغناء العربي. وبعد اللي أنا سمعته النهارده من المواهب يعني معناها إن اسكندراويين دي عظيمة مولدها وهتفضل دايما تدي مصر والوطن العربي مواهب حقيقية. بس أنا عايزة أوجه كلمة وده اللي خلاني أتكلم. اسكندراويين لما خرجت منها أم كلثوم كان في صعوبات كتير جدا واجهتها عشان توصل إنها تكون سيدة الغناء العربي. كان وراها أسرة، كان وراها أسرة عظيمة حاولت إنها توصل فنها ورسالتها للعالم. فهل منكم بعد الجميل الأمور اسمه إيه بلال؟ بلال. بلال لازم يدخل يا جماعة الأوبرا، لازم ينزل من اسكندراوية. لو أنتوا هتفضلوا سايبينه في اسكندراوية هيفضل على مستوى مدينة اسكندراوية. لكن لازم بلال في الاوبرا تمام. يبقى احنا كده بارك الله فيك شكرا جدا. يا جماعه هي مسؤوليه على كل اسره. اذا احنا يا جماعه راعينا المواهب كويس ان شاء الله مصر هيكون فيها جيل جميل جدا من الفنانين والشعراء والادباء ونرجع تاني لثقافتنا. احنا ده دورنا. اللي يلاقي عن ابن موهبه يكون قد المسؤوليه ويقف في ضهره ويوصله لمكانه كبير. ربنا يوفقكم وانا سعيده بوجودي معاكم النهارده وبسمعناكم امسيه سعيده. كمان بشكر جدا الاستاذ رضا ابو شهاب لانه فعلا بيرعى المواهب. الصالون بتاعه على قد ما حد ممكن يتوقع من القمه والابداع بحضور الكلام ما بيدورش على انه يجيب مين كبير يقعد على المنصه قد ما بيهمه يجيب موهبه يعرضها للحضور. بشكركم.